حمده وكفاه وسلام على الهدي الذين اصطفى لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى على صحابته الكرام ال بيته العظام المستكملين الشرفاء. وبعد اخوتي الكرام، ما زلنا مع سوره الكهف وكتاب تفسير القران. نسال الله ان ييسر لنا الامر كله دقه وجله. نعم، تفضل شيخ. الحمد لله والصلاه والسلام صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. اللهم ارض عنا وعن شيخنا وعن والديه الحاضرين والمسلمين. امين. اللهم صل وسلم على الله تعالى عليه ونفعنا بعلومه وعلوم الصالحين. قال في صحيحه وما زلنا مع كتاب التفسير. قال باب سوره الكهف. قال باب: واذ قال موسى عليه السلام واذ قال موسى لفتاه رضي الله عنه: لا ابرح حتى ابلغ مجمع البحرين او امضي حقبا. قال: زمانا، وجمعه احقاب. قال رحمه الله عليه: حدثنا الحميدي شيخ البخاري من ثقات الأزبات رواه الجماعة. قال حدثنا سفيان. سفيان بن عيينة وهو من ثقات الأزبات، يدلس ولا يدلس إلا عن ثقات. قال حدثنا عمرو بن دينار. عمرو بن دينار من ثقات الأزبات، من خيار أهل المدينة. قال أخبرني سعيد بن جبير. سعيد بن جبير من أخص تلاميذ ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. قال: قلت لابن عباس رضي الله عنهما. ابن عباس عبد الله بن عباس من عبد الله الأربعة من السبعة المرسلين على النبي الأمين، حبر هذه الأمة ترجمان هذا القرآن. نعم. قال: قلت ابن عباس رضي الله عنهما ورحمة الله عليهم: إن نوفا البكالية يزعم أن موسى صاحب الخضر عليه السلام رضي الله عنه ليس هو موسى صاحب بني إسرائيل. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: كذب عدو الله. حدثني أبي بن كعب رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن موسى عليه السلام قام خطيبا في بني إسرائيل، فسئل: أي الناس أعلم؟ فقال: أنا. قال: فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه، فأوحى الله إليه: إن لي عبدا بمجمع البحرين هو أعلم منك. قال موسى عليه السلام: يا رب، فكيف لي به؟ قال: تأخذ معك حوتا فتجعله في مكتل، فحيثما فقدت الحوت فهو ثم. قال: فأخذ حوتا فجعله في مكتل، ثم انطلق، وانطلق معه بفتاه يوشع بن نون عليهما السلام. قال: حتى إذا أتي الصخرة وضع رؤوسهما فنام، واضطرب الحوت في المكتل فخرج منه فسقط في البحر، فاتخذ سبيله في البحر سربا، وأمسك الله عن الحوت جرية الماء صار عليه مثل الطاق. فلما استيقظ نسي صاحبه أن يخبره بالحوت، فانطلق بقية يومهما وليلتهما، حتى إذا كان من الغد قال موسى عليه السلام لفتاه عليه السلام: آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال: ولم يجد موسى النصب حتى جاوز المكان الذي أمر الله به. فقاله فتاه: أرأيت إذا وينا إلى الصخرة دي فإني نسيت الحوت، وما أنسني إلا الشيطان أن أذكره، واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال: فكان للحوت سربا ولموسى ولفتاه عجبا. فقال موسى عليه السلام: ذلك ما كنا نبغي. فارتد على آثارهما قصصا. قال: رجع يقصان آثارهما حتى انتهى إلى الصخرة، فإذا رجل مسجا ثوبا، فسلم عليه موسى. فقال عليه السلام: فقال الخضر رضي الله عنه: وأنا بأرضك السلام. قال: أنا موسى. قال موسى: بني إسرائيل. قال: نعم. أتيتك لتعلمني مما علمت رشدا. قال: إنك لن تستطيع معي صبرا يا موسى، إني على علم من علم الله علمنيه لا تعلمه أنت، وأنت على علم من علم الله علمك والله لا أعلمه. فقال موسى: أي ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. فقاله الخضر عليه السلام: فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. قال: فانطلق يمشيان على ساحل البحر، فمرت سفينة فكلموهم أن يحملوهم، فعرفوا الخضر فحملوه بغير نول. فلما ركب في السفينة لم يفجع إلا والخضر وقد قلع لوحا من ألواح السفينة بالقدوم. فقال له موسى عليه السلام: قوم حملونا بغير نول، عمدت إلى سفينتهم فخرقتها لتغرق أهلها، لقد جئت شيئا إمرا. قال: ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال: لا تؤاخذني بما نسيت، ولا ترهقني من أمري عسرا. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وكانت الأولى من موسى نسيانا عليه السلام. قال: وجاء عصفور فوقع على حرف السفينة، فنقر في البحر نقرة. فقال له الخضر عليه السلام: ما علمي وعلمك من علم الله إلا مثل ما نقص هذا العصفور من هذا البحر. ثم خرج من السفينة، فبين هما يمشيان على الساحل إذ أبصر الخضر غلاما يلعب مع الغلمان، فأخذ الخضر رأسه بيده فاقتلعه بيده فقتله. وقال له موسى عليه السلام: أقتلت نفسا زاهية بغير نفس؟ لقد جئت شيئا نكرا. قال: ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال: وهذا أشد من الأولى. قال: إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني. قال: بلغت من لدني عذرا. قال: فانطلق حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها، فأبوا أن يضيفهما، فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض، قال: مائل. قال: فقام الخضر فأقامه بيده عليه السلام. فقال موسى عليه السلام: قوم أتيناهم فلم يطعمونا ولم يضيفونا، لو شئت اتخذت عليه أجرا.
قال هذا الفرق بيني وبينك. قال إلى قوله ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدنا أن موسى عليه السلام كان صبر حتى يقص الله علينا من خبرهما. نعم. عليه السلام. قال سعيد بن جبير رحمه الله فكان ابن عباس رضي الله عنهما يقرأ وكان أمامه ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبا وكان يقرأ. وأما الغلام فكان كافرا وكان أبواه مؤمنين. وهذه القراءات هذه القراءات قراءات تفسيرية ليست قراءة قراءة عشرية أو هذه قراءة تفسيرية فيها بيان الإضمار لبيان الأمر ماشي. الذي بعده يعني لو تأتي بالفوارق فقط. سلام. قال باب قوله فلما بلغ مجمع بينهما نسي حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. قال مذهبا يسرب يسلك ومنه وسالب بالنهار. قال البخاري حدثنا ابراهيم بن موسى قال اخبرنا هشام بن يوسف ان ابن جويج اخبرهم قال اخبرني يعلى بن مسلم وعمرو بن دينار عن سعيد بن جبير قال يزيد احدهما على صاحبه وغيرهما قد سمعته يحدثه عن سعيد قال إن لعند ابن عباس رضي الله عنهما ورحمة الله عليهم جميعا إن لعند ابن عباس في بيته إذ قال سلوني قلت أي أبا عباس جعلني الله فداءك بالكوفة رجل قاص يقال له نو يزعم أنه ليس بموسى بني إسرائيل أما عمرو فقال لي قال قد كذب عدو الله قال وأما يعلى فقال لي قال ابن عباس رضي الله عنهما حدثني أبي بن كعب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم موسى رسول الله عليه السلام قال ذكر الناس يوما حتى إذا فاضت العيون ورقت القلوب ولا فأدركه رجل فقال أي يسوع هل في الأرض أحد أعلم منك؟ قال لا قال فعتب عليه إذ لم يرد العلم إلى الله قيل بلى قال أي رب فأين؟ قال بمجمع البحرين قال أي رب اجعل لي علما اجعل لي علما أعلم ذلك به فقال لي عمرو رحمه الله قال حيث يفارقك الحوت فقال لي يعلى قال خذ نونا ميتا حيث ينفق فيه الروح قال فأخذ حوتا فجعله في مكتل فقال لفتاة لا أكلفك إلا أن تخبرني بحيث يفارقك الحوت قال ما كلفت كثيرا قال فذلك قوله جل ذكره وإذ قال موسى لفتاه عليه السلام قال يوشع بن نون قال ليست عن سعيد قال رحمه الله قال فبينما هو في ظل صخرة في مكان صريان إذ تضرب الحوت وموسى نائم عليه السلام فقال فتاه عليه السلام أوقظه قال حتى إذا استيقظ نسي أن يخبره وتضرب الحوت حتى دخل البحر فأنسك الله عنه جرية البحر حتى كأن أثره في حجر قال لي عمرو هكذا كأن أثره في حجر قال وحلق بين الإبهامين واللتين تليانهما قال لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال لقد قطع الله عنك النصب قال ليست هذه عن سعيد رحمه الله قال أخبره قال فرجع فوجد خضرا عيسى قال لي عثمان بن أبي سليمان رحمه الله قال لي عثمان بن أبي سليمان على تنفصة خضراء على كبد البحر قال سعيد بن جبير رحمه الله مسجا بثوبه عليه السلام قد جعل طرفه تحت لجيه وطرفه تحت رأسه فسلم عليه موسى فكشف عن وجهه وقال هل بأرضي من سلام من أنت؟ قال أنا موسى قال موسى بني إسرائيل؟ قال نعم قال فما شأنك؟ قال جئت لتعلمني مما علمت رشدا قال أما يكفيك أن التوراة بيديك وأن الوحي يأتيك يا موسى عليه السلام إن لي علما لا ينبغي لك أن تعلمه وإن لك علما لا ينبغي لي أن أعلمه قال فأخذ طائر بمنقاره من البحر وقال والله ما علمي وما علمك بجنب علم الله إلا كما أخذ هذا الطائر بمنقاره من البحر قال حتى إذا ركب في السفينة وجد معابر صغارا تحمل أهل هذا الساحل إلى أهل هذا الساحل الآخر عرفوه فقالوا عبد الله الصالح قال قلنا لسعيد خضر قال نعم قال لا قالوا لن نحمله بأجر قال فخرقها ووتد فيها وتدا قال موسى عليه السلام أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال مجاهد رحمه الله منكرا قال ألم أقل إنك أن تستطيع معي صبرا قال كانت الأولى نسيانا والوسطى شرطا والثالثة عمدا نعم. قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا قال لقي غلاما فقتله قال يعلم قال سعيد قال وجد إلمانا يلعبون قال فأخذ غلاما كافرا ظريفا فأضجعه ثم ذبحه بالسكين قال قتلت نفسا زكية بغير نفس قال لم تعمل بالحنف قال وكان ابن عباس رضي الله عنهما قرأها زكية مسلمة قال كقولك غلاما زكية قال فانطلق فوجد جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال سعيد رحمه الله بيده هكذا ورفع يده قال فاستقام قال أعلى حسبت أن سعيدا قال فمسحه بيده فاستقام قال لو شئت اتخذت عليه أجرا قال سعيد رحمه الله أجرا نأكله قال وكان وراءهم قال وكان أمامهم قال ابن عباس رضي الله عنهما أمامهم قال ملك يزعمون عن غير سعيد رحمه الله أنه هدد بن بودد قال والغلام المقتول اسمه يزعمون جيسور قال ملك يأخذ كل سفينة غصبا
قال فأردت إذا هي مرت به أن يدعاها لعيبها، إذا جاوزوا أصلحوها فانتفعوا بها. قال ومنهم من يقول سدوها بقارورة، ومنهم من يقول بالقار. قال كان أباه مؤمنين، قال وكان كافرا، فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. قال أن يحملهما حبه على أن يتابعاه على دينه. قال فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة. قال لقومه أقتلت نفسا زكية؟ قال وأقرب رحما؟ قال وأقرب رحما هما به أرحم منهما بالأول الذي قتل خضر. قال وزعم غير سعيد أنهما أبدلا جارية. قال وأما داود بن أبي عاصم فقال على غير واحد إنها جارية. جزاك الله خير. مجمل هذا الباب حقبا زمانا وجمعه أحقاب، وقيل بعضهم هي إلى 70 سنة 80 سنة 70 سنة، وقيل هو دهر أو زمان، والصحيح أنه مجمل. وساق حديث الخضر وحديث طويل مهم جدا فيه مسائل عظيمة، من هذه المسائل الشدة على المخالف، لا سيما إذا خالف ما هو كان ظاهرا في الاستدلال. عندما قال له نوفل البكالي يزعم أن موسى صاحب الخضر ليس هو موسى صاحب بني إسرائيل، شوف انظر لما خطأه وش قال، قال كذب عدو الله، كذب أخطأ، قال عدو الله. فهذه فيها احتمال الشدة من أجل المخالفة، ولكن القوم لا يفقهون، ولكن العوام هوام لا يفهمون، وأصلا طلبة العلم أكثرهم عوام لا يفقهون هذه المسائل. شوف انظر هنا في هذا الباب، فانظر هنا الشدة والحدة في الرد على المخالف، وهو يقول كذب عدو الله، وهم لا يحتملون أن تخالفهم وتقول لهم كلامكم بعيد عن الكتاب وعن السنة، انحراف عن الجادة، أنتم 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 تغرقون الأمة، ماذا أفعل؟ لا أقبل عذرك يا مامو، لا أقبل عذرك، والله لا أقبل عذرك. وهذا متكرر، وأمس أيضا تكرر هذا الأمر كثيرا، وهذا أمر غير مقبول. لذلك قال كذب عدو الله، فمن اشتد واحتد عند الرد للحفاظ على السنة، للحفاظ على الشرع معه الحق، ودينه هو الذي يحركه مسلم عليه رضوان الله، اشتد على البخاري شدة كبيرة، اشتد مسلم على البخاري حتى أن الذهبي لم يصدق أن هذا الكلام ممكن يقال على البخاري في مسألة اللقية والمعاصرة، لأنه بذلك يستطيع كثير من السنن. لذلك اشتد واحتد جدا في كلامه على من؟ على شيخه في هذا الباب. فلا تتعجبوا من شدة أو حدة للحفاظ على جناب التوحيد. وما قلنا أخطأ الشافعي، وما قلنا لو قال بكر ما قبلنا إلا لتعظيم جناب الله جل في علاه، لكن القوم لا يفقهون. حتى من ادعى العلم يعير بذلك وهو يتكلم بكلام أهل البدع ولا يدري، وهذه مشكلة كبيرة. لذلك المسألة القلوب محركة، القلوب محركة. فقال كذب عدو الله، وطبعا ما أقصد ذلك أخطأ، هي ما مداها إلا اجتهاد. ثم قال حدثني عبيد بن كعب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن موسى قام خديما. في هذه المسألة أيضا فيها وجوب الرد في العلم لله جل في علاه. لذلك قالوا من أعلم؟ إذن هذا عذر لا أستطيع أتكلم فيه. أدامك ربي على الخير والبر والطاع، الله يجعلها في مزاح سنتك، ما أستطيع أعاود على ذلك، حق معك. في المسائل وجوب الرد إلى الله جل في علاه، لأنه قالوا له من أعلم أهل الأرض؟ قال أنا، وعتب الله عليه أنه لم يرد الأمر لله جل في علاه. لذلك قال له يعني بلى عبدي فلان أعلم منك بمجمع البحرين. وموسى أول ما سمع بذلك هذه همم همك همم كالجبال، همم القمم. موسى خير من واطي التراب، موسى ومن أولي العزم من الرسل، موسى خير الناس عند الله جل في علاه. لما علم أن هناك من هو أعلى منه ضرب عليه أكباد الإبل، وهذه فيها الرحلة في طلب العلم، وهذه فيها دلالة على صدق الهمة للتعلم، وفيها صدق الهمة أيضا للتحرك. الإخوة كما قلت لكم ينتظرون قادم الشيخ أو لما يقدم صحيني أيقظني. والثاني يقول إن شاء الله بس خليه يبدأ في الأول، لأنه في الأول بيتكلم بكلام ليس في العمق المسألة، ندخل بعد ذلك في عمق المسألة. سوء أدب وعدم معرفة الفضل الذي هم فيه، والفضل الذي هم فيه هم في مجالس نضرت في الدنيا كلها نضرت، فواجب عليه أن يحفظوا هذه اللؤلؤة الثمينة، أن يحفظوا هذا العلم. كانوا كما قلت يبيتوا 3 ليالي يبولوا أجلكم الله في الطالسان من أجل أن لا يترك مكانه ويروح مكانه عندما يأتي الشيخ حتى يحدثهم. فلما قال له ذلك فقال ربي أعطيني علامة حتى ألقاه، فأعطاه علامة الحوت، أن الحوت كان ميتا معه حتى أحياه الله، فإذا أحياه الله جل في علاه وتحرك يكون هذا هو مكانه. نام
ثم أحياه الله فتحرك فنظر فوجده أنه تحرك ولم يكن قد قال له غلامه يوشع منه. بعد ذلك لما قال له ذلك قال ذلك ما كنا نبغي فارتد على أثارهما قصصا ينظرون إلى الآثر حتى بلغ إلى 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 خضر وقال السلام عليكم. قال أن بأرضكم السلام أنت موسى موسى كريم الله. شوف قال له أنت كريم الله. والمسألة الثانية فيها التأدب بين يدي العالم هنا فيها التأدب بين أدب بين يدي العالم. موسى عليه السلام هو خير من الخضر بإجماع بإجماع ومع ذلك وقف أمامه موقف المتعلم المتأدب المتواضع أمام شيخه. كان يقال كان يحيى بن سعيد القطان يجلس يسند ظهره إلى الأسطوانة وأمامه علي بن المديني وعبد الرحمن بن مهدي وعلي بن المديني علي بن المديني ويحيى بن معين وأحمد بن حنبل ثلاثتهم أمام يحيى بن سعيد القطان كل متطئ رأسه وهكذا تواضع تام تواضع عجيب أمام يحيى بن سعيد القطان. وهذا هو التأدب بين يدي العالم. العالم ممكن يبذل كل ما عنده لما يرد الذي يتعلم منه في هذا الباب. أو شوف أو جاء أنا المتخلف هنا طيب أنا ما أحد يحضره ما أحد يحضره. عمر أنت تقول لماذا أنت تتأدب مع الشافعي؟ قل لي ما الذي قلته أنا في سوء أدب مع الشافعي لأرى لو كان كذلك أمام الناس جميعا سأجعلك تخلع نعلك وتضربني به. لكن لو لم تأتي بشيء سأعلمك الأدب وأعلم أمك التي أنجبتك كيف يعني جرأتك على طلبة العلم وعلى العلماء. الآن أنا معك قلت لك ستضربني بنعلك هات لي الذي الشيء الذي لم أتأدب فيه مع الشافعي. تفضل يا أستاذ عمر وإلا ليلتك ستكون بيضاء إن شاء الله. أنا وقفته الآن حش أحذره الآن هو أنت قلت ذلك ائتني بالذي فعلته أنا مع الشافعي ولم أتأدب معه. فوقف متأدبا خاشعا خاضعا أمام معلمه ثم قال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ يعني أنا أكون تابعا لك؟ لا يمكن أكون يعني في هذا الباب أكون تابعا لك أكون خاضعا لك أكون متأدبا بين يديك أتعلم منك ما دام العلم معك. فقال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ وبين له أنه عندك علم ليس عندي. والذي أقره الخضر بعد ذلك قال أنا العلم علمني له ليس لا تعلمه وأنت وش فيه إيش فيه وش ذنب أبو أي ذنب؟ هذا افتراض من لغة العرب عندما تقول يعني أخطأت أنت والذي أعلم منك أخطأ أيضا لو قال بقولك أو أقول لو قال أبوك هذا الكلام هو له التعظيم فوق تعظيمك يكون أخطأ أيضا. وش فيها هذه وش فيها؟ هتالي من اللغة من الفطرة من العرف من العلم من الكتاب من السنة أن هذا سوء أدب. هات تفضل بيقول ما ذنب أبي وأنا سببت أبي أصلا. أنا بقول له لو أبوه قال هذا الكلام يكون أخطأ أيضا ولو كان أعلم منه. ما فيها هذه أيضا؟ والله سأتعب لن يجد شيئا. العوام هوام وطلبة العلم أكثرهم عوام وأصحاب الهوى هم أسوأ الناس والذين تربوا على سوء الأدب وعدم الفهم يحملون كل شيء على ما هم فيه من سوء أدب وسوء فهم. أنا منتظر الآن ائتوني بما عندكم تفضل. فأقول إخوتي الكرام في هذا الباب عندما قال له ذلك قال متأدبا قال هل أتبعك على أن تعلمني ما علمت رشدا؟ قال إنك لن تستطيع معي صبر لأنك أصلا عندك علم وعندك دين ولن تسكت. وهذا هو طالب العلم لا يسكت. أو هل موسى عندما رد وأنكر على الخضر أنكر خطأ الخضر في ظاهر الأمر عنده علميا هل كان سوء أدب؟ هل قال له الخضر أسأت الأدب كيف ترد علي وتخطئني؟ ها؟ أو الله أعطاك بالحج عليك عشان تتأدب وأمك تبكي أنها أنجبت مثلك ما أدري تنتفع بها الأمة أو أن الأمة يعني يكون عار عليها أمثالك موجود فيه. هات الآن موسى الآن يرد على الخضر وقال له يعني في عندما 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 خلع السفينة قال له أخرقتها لتغرق أهلها؟ لقد جئت شيئا إمرا. ورد عليه وأنكر. هل قال له المعلم التلميذ يقول للمعلم هل عمر بن الخطاب لما أنكر على النبي وقال لا تصلي عليه إنه منافق إن الله منعك وجذب من ثوبه هل قال له هذا سوء أدب يا عمر؟ لكنكم سفهاء
لكنكم يعني أصحاب أهواء أغبية. لو تعلمتم، لو سألتم من هو أعلم منكم يعلمكم، ها؟ لكن الهوى اللي عندكم، ولأنكم تعظمون الأشخاص على دين الله، وتعظمون الأشخاص أكثر من تعظيمكم لجناب الله، وتعظمون الأشخاص أكثر من تعظيمكم للنبي صلى الله عليه وسلم، ما كان الأمر أيسر. ها يلا تفضل، أين أنتم؟ ما في تضيع، احنا ما عندناش تضيع أفادي، احنا نعطي درسنا ونؤدب ونعلمه ونعلم من أرسله كيف يتأدب، وأمه تتأدب معه حتى لا تفشي هؤلاء في الشوارع الناس. أرأيت؟ نعم أتيت بالدليل وبينت أن الشافعي أخطأ فيما تبنى وقال بالتحايل على إسقاط الزكاة، وقد رد علي من هو أعلم منه بذلك، سعيد بن المسيب وابن عمر وابن عباس ردوا عليه وهم أعلم منه، ورددنا فيما هم أعلم منه قد ردوا عليه. أين سوء الأدب الآن؟ ما زلت أنتظر فين سوء الأدب؟ المهم أنه قال له يعني لن تصبر على ما عندي، لأنه هو في غيب، وهو موسى يعلم علم المقدمات والنتائج. فأقول إخوتي الكرام، فقال له أتبعك ألن تعلم المعلوم ترجع؟ قال لك سمع صبرا، قال ستجدوني صابرا إن شاء الله ولا أعصي لك أمرا، فرضي به. فلما ركب السفينة حدث ما حدث، وخرقها لأجل المنفعة، خرقها لأجل المنفعة. كان وراهم ملك، يعني كان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة غصبة، وهو بذلك سيتلف السفينة كلية، فأتلف منها شيئا حتى يراها فيزهد فيه فلا أخذ. وهذا اسمه النظر إلى مقاصد الشريعة، النظر إلى مقاصد الشريعة، فينظر الأوفق لمطلب الشرع فيفعله، فهذا الذي فعل ذلك بهذا الباب. فانظر أخي الكريم كيف يكون هذا الباب فيه التعليم والإنكار الذي أنكره موسى، كان له حق فيه، ولم يعنف الخضر ولم يقل له إنكارك أنك يعني فيه بأبان. شوف الله المستعان بالبراء، مشى خلاص، راح انتهى، ذاب ينمع كما ينمع الملح في الماء. ثم جاء عصفور ووقف على سفينة، فنقر نقرة، فقال له أرأيت هذا العصفور؟ قال أنا على علم علمنيه الله ما علمكه، وأنت على علم علمك الله ما علمنيه، وعلمي وعلمك بالنسبة لعلم الله كما نقر هذا العصفور من هذا اليم. أينقص شيئا؟ سبحان ربي العظيم، يعلم ما كان وما يكون ولم يكن لو كان كيف سيكون. نعم. ثم ذلك لقي فتى فقتله، قال قتلت نفسا زكية بغير نفس، رجئت شيئا نكرا، وهذا اشتد في النكير عليه هنا. وأيضا لم يقل له القادر أنت أسأت الأدب عندما أنكر عليه، لكن كما قلت القوم سفهاء، القوم ربهم على البيعة وعندهم طواف، أفسدت في الأمة إفساد عظيم جدا، وربهم أيضا على المذهبية الضالة في التعظيم، يعظمون الأشخاص دون تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم، ويعظمون أيضا الأشخاص دون تعظيم جناب الله. هؤلاء قوم لا تنتفع بهم الأمة، فساد في الأمة، لابد أن يربوا من جديد. شوف مرام إيش قالت، عندما يكون محرك الجهل هو الحسد والانتقاد يكون العوار في البصر والبصير. كلام من ذهب. سبحان الله، نبتلى. ثم بعد ذلك قال ألم أقول لك أنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا. فأتى على قرية طائفة من الناس أرادوا أن يضيفوهم، ما ضيفوهم، وهناك جدار يريد أن ينقض، فأقامه، قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا، قال هذا فراق بيني وبينك، انتهى. أنا قلت لك لن تستطيع وأنت لم تستطع، لكنه لم يجعل إنكاره سوء أدب، بل جعل إنكاره دينا. ثم قال أنا أرفع عنك هذا الغبش الذي عندك أو شوش عليك، أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيان وكفرا، فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة، وأما الجدار فكان غلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا، فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك، وما فعلت عن أمري ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبرا. هذا آخر الآيات، هذه أثبتت نبوة الخضر، لأن هذا الكلام غيب لا يعلم أي أحد إلا بغيب وبوح، لذلك قال ما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبر. يعني ما فعلته عن أمري يعني عن وحي، وهذه دلالة على أنه نبي وليس ولي، حتى لا تأتي الطائفة الضالة الذين يقولون بأن الولي يعني في برزخ فوق النبوة
وبين او النبي النبوه برضه فوق الرساله وتحت الولايه. الولايه دي اعلى شيء عنده، ولذلك قلنا بان الخضر كان نبيا ما كان وليا. الباب الذي بعده قال رحمه الله: باب قوله: فلما جاوزا قال لفتاه اتينا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال لقوله: عجبا. قال: صنع عملا. قال: حولا تحولا. قال: ذلك ما كنا نبغي فارتدا على اثارهما قصصا. قال: امغا ونكرا داهيه. قال: ينقض. اين هذا؟ قال: ينقض. احنا عندنا فلما جاوزا قال لفتاه قصصا. خلاص؟ ايوه هو ده. ماشي اتفضل. هذا هو. قال: ينقاض كما تنقاض السن. قال: لتخذت واتخذت واحد. قال: رحمة من الرحم، هي أشد مبالغة من الرحمة. نعم نعم. أظن أنه رحيم. وتدعى مكة أم رحم، أي الرحمة ننزل بها. قال البخاري رحمه الله: حدثني قتيبة بن سعيد قال حدثني سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير أنه قال: قلت لابن عباس رضي الله عنهما: إن نوفل البكالية يزعم أن موسى بني إسرائيل ليس بموسى الخضر، فقال: كذب عدو الله. قال: حدثنا أبي بن كعب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: قام موسى عليه السلام خطيبا في نفس تكرار السلام. نفس تكرار الحديث السالف في آخره. في آخره قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وددنا أن موسى صبر حتى يقص علينا من أمرهما. قال: وكان ابن عباس يقرأ وكان أمامهم مالك يأخذ كل سفينة صالحة غصبة، وأما الغلام فكان كافرا. وهنا لابد أن تعلم هنا في هذا الباب أن السياق هو الذي جعل التقدير، إذ الأصل عدم التقدير. تقول: ولما ابن عباس يقول وكان أمامهم، طبعا كان أمامهم هذه قراءة إيش؟ قراءة تفسيرية. وكان أمامهم مالك يأخذ كل سفينة قال صالحة، هنا على التقدير. ومنين أتى بصالحة هنا؟ لما يأخذ المعيدة؟ ها؟ أحسنت. هو قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرأة. أخرقتها مخلوقة والآن معيبة، فكأنه يقول الملك لا يأخذ السفن المعيبة، لأنه هو فعل ذلك حتى لا يأخذ الملك. فعلمنا من فعل الخضر أنه علم من حال الملك أنه لا يأخذ إلا السفينة الإيش؟ الصالحة للأخذ، فعابها من أجل أن يزهد فيها فلا يأخذها. لذلك قال: وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة. وهذا يدلك أيضا على أن العام ينزل تحته ما كان في محل النطق، كقولي وأتيت من كل شيء، يعني كل شيء هي تؤتاه، أو تؤتاه المرأة مثلها، تؤتاه مثلها، تدمر كل شيء بأمر ربها. تدمر إيش؟ كل ما يستقبل التدمير. ولذلك هنا يقول يأخذ كل سفينة على المواصفات التي يأخذ بها السفن، وهي أن تكون سفينة صالحة. ولكن سفينة وسفينة إيش؟ سفينة عابها وهي معيبة من أجل ألا يأخذها. ولذلك قال: فلما جاوزها قال لفتاه قلنا يعني حولا، أي تحولا ونكرا داهية، ينقض كما تنقض السن. اتخذت عليه أجرا واتخذت واحد رحمة من الرحم. نعم. وهنا موسى عليه السلام أيضا اشتد على نوف البكاري كيف يقول أنه ليس موسى الخضر، فقال: كذب عدو الله. حدة وشدة على من يخالف، حفاظا على جناب الله، حفاظا على جناب التوحيد، حفاظا على جناب على السنة، حفاظا على تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم. ثم كان في مكان على ما قص الله علينا من موسى عليه السلام، وضرب الواد الإبل ليتعلم، وذهب متأدبا أمامه خاشعا يقول: هل أتبعك ألا تعلمني مما علمت رشدا. ثم كان منهم مكان، شوف النبي صلى الله عليه وسلم مما كان فيه الفائدة الكثيرة التي تؤخذ ويتعلمها الإنسان من القصص. قال: وددنا أن موسى عليه السلام، يعني أكثر وددنا في قولي وددنا هنا، وكان أمامه مالك يأخذ كل سفينة غصبا أما لو فكان كافرا. يقول إن سلم: وددنا أن موسى صبر حتى يقص علينا من أمرهما. الباب الذي بعده: باب قولهم قل هل نبئكم بالأخسرين أعمالا. قال البخاري رحمه الله: حدثني محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن مصعب بن سعد أنه قال: سألت أبي رضي الله عنه رحمة الله عليهم جميعا، قال: سألت أبي قل هل نبئكم بالأخسرين أعمالا، هم الحرورية؟ قال: لا، هم اليهود والنصارى. أما اليهود فكذبوا محمدا صلى الله عليه وسلم عليه نعمة الله. قال: وأما النصارى كفروا بالجنة وقالوا: لا طعام فيها ولا شراب. والنصارى أيضا الآن كفروا بمحمد أيضا. قال: والحرورية الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، وكان سعد يسميهم الفاسقين.
نعم هنا عمر الذي ينتقد الآن هو ذهب أدراج الرياح، ما عنده شيء، ما أتى بشيء، أين التقدم مع الشافعي؟ يا شوية كذبة، أنتم سفهاء، وأنتم بالذات أنتم الله تعالى سيجعلكم يعني أنتم عالة على الأمة، تسيئون الأمة، وليس فيكم من يمكن أن يكون من الفاضل. هنا في قول قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، يعني صنعا عملا، وجاء في ذلك هذه المسألة عظيمة لأنها استدراج من الله جل في علاه، فهم أخسر الناس أعمالا ويحسبون أنهم محسنون صنعا، هذا استدراج من الله جل في علاه كما قال الله سنستدرج من حيث لا يعلمون. هذا حديث من أفراد البخاري، والد مصعب هو سعد بن أبي وقاص في وفي مستدرك الحاكم مصرحا به على شرطه من مصعب بن سعد، قال لما خرجت الحرورية قلت لأبي سعد هؤلاء الذين أنزل الله فيهم الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا، قال أولئك أهل الصوامع وهؤلاء زاغوا فأزاغ الله قلوبهم، وهذا في المستدرك. وابن مرضوية عن أبي الطفيل سأل ابن كواء عليا عن هذه الآية فقال له إن بعضهم الحرورية وفي رؤاتهم فجرت قريش الأخسرين أعمالا والذين يحسبون أنهم يحسنون صنعا منهم أهل حرورة، قالوا لم يقل حروراء. وعن ابن عون عن مصعب بن سعد قال رجل من الخوارج لسعد هذا من أئمة الكفر، فقال سعد كذبت بل أنا قابلت أئمة الكفر، فقال رجل للخارجي هذا ممن قال الله تعالى قل هل أنبئكم من الأخسرين أعمالا، قال سعد كذبت أولئك الذين كفروا بآيات الله ربهم ولقائه. وعن علي أنهم الرهبان، وهذا عجيب جدا في هذا الباب، هؤلاء الذين خسروا أنفسهم وهم الأخسرون أعمالا حقا، الذين يحسبون أنهم يحسنون صنعا كالنصارى الذين يعبدون عيسى ويشركون بالله ما لم ينزل به سلطانا ويقولون أن لهم الجنة بذلك ويكفرون من جاء بعدهم، هؤلاء هم الذين وصفهم الله جل وعلا أنهم خسروا أنفسهم ويحسبون أنهم يحسنون صنعا. قال الله تعالى قل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وهؤلاء اليهود الذين يكيدون أمكرون ويفسدون الأديان وينسبون الولد لله جل وعلا أول الناس دخولا تحت هذه الآية، وأيضا من يدخل تحت هذه الآية الحوثيون وأيضا الروافض الخبثاء، أكفر أهل الأرض وأخبث أهل الأرض وأمكر أهل الأرض وأشد كيدا لأهل الإسلام الحوثيون الذين يلوثون فراش النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء الكفر الفجرة الذين طلعوا على الناس الآن يقولون استلبنا سفينة وفعلنا وفعلنا، هم كذبة يكدون يمكرون، هم من تحت الطاولة، أيديهم في أيدي النجسة أهل الكفر وأيديهم في أيدي الشيطان، هؤلاء القوم لا تعير لهم سمعا، ولكن اعلموا أن هؤلاء أحفاد مسيلمة الكذاب. والروافض الخبثاء في العراق أو في إيران، هؤلاء الذين أسس دينهم عبد الله بن سبأ، الذين يعلمون أن دينهم هو دين التقية، دين ودين أبائي كما يقولون، هؤلاء أيضا ينزلون تحت قول الله تعالى من الذين قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ومن هؤلاء الخوارج الذين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم اعدل فإنها قسمة لا يراد بها وجه الله، وهؤلاء الذين طعنوا في دين الله جل وعلا، وهم أيضا يستهزئون بالأخيار الخوارج الذين قلبوا الحق باطلا والباطل حقا، يقرؤون القرآن لا يبلغ تراقيهم، يقيمون الليل يصومون النهار كما قال علي بن أبي طالب من الكفر فروا، قالوا من المنافقين، قالوا المنافقون لا يذكرون الله إلا قليلا، قالوا من هم، قال إخواننا بغوا علينا. فهم هؤلاء الخوارج أغبياء، الله جل جعل غباءهم مستعليا، ولذلك أفسدوا في الأمة أيام أفساد. والمشكلة ليست فيه، المشكلة في الصغار الذين يتبعوهم، نعم يحبون الدين، نعم يحبون الشريعة، نعم يريدون تطبيق الشريعة، لكن انهالوا عليهم بأفكارهم السيئة وأفكارهم الضالة، وأيضا إفسادهم في دين الله جل في علاه. كالآن الوعاظ يتصدرون الناس، وشباب صغير الأولاد الصغار يعني تراهم يعني تمتزج عاطفتهم وثورتهم في داخلهم، يسمعون للوعاظ يعني يستملحون لفظهم وقولهم ولحظهم وطريقة البيان فيتبعونه ويحسبونهم علماء. وأيضا كأمينة أيضا فيها شيء من هذا، تذهب يمينا مرة شمالا مرة، تسمع مرة هكذا تسمع مرة هكذا، لكنها أرادت الإجابة في هذا الباب. أنا أقول يعني المفروض أنت تجلسي في مجالس العلم فيكون لك الرسوخ في هذه المسائل قبل أن تسمعيها تعلمي الخطأ منها من الصح. هذا مسائل أعجب من العجب، المفروض أنت تتعلمين العقيدة من زمن وتعلمين الصحيح من القول من الخطأ. ها
هذا خطأ أن الإنسان كل مرة يرمي أذنه. قلت الفعدون الشاسع والفقه الواسع بين العلماء الراسخين وبين الوعاظ كبير. ومعنى أن الإنسان يقول أشكل علي واستشكل علي، يعلم أنه غر غر غر، ما عنده رسوخ. والذي لا عنده رسوخ دايما أصلا يسهل السيطرة عليه. فأقول إخوتي الكرام، أيضا الخوارج هؤلاء كما قلت، الخوارج وفكر الخوارج وخطباء الخوارج ووعاظ الخوارج والذين ينسبونهم علماء كأبو فلان الأثري وأبو فلان الخليفة لابد أن تبايعوا، هؤلاء 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 أفسدوا في الأمة أيام أفسد. ومن ذلك أيضا من قام يصدر نفسه ويتكلم جرحا وتعديلا وهو أضعف أو أضعف ما يكون أوها ما يكون علميا، فيقوم يتكلم جرحا وتعديلا يقدح في هذا ويجح في هذا، وحتى إلمام العلم ليس عنده. فهذا أيضا من الذين قال فيهم الله جل في علاه نبيكم بالأخسرين أعمال الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هؤلاء أيضا خوارج على الدعاة، لأنهم على ضآلة العلم عندهم ليس هناك دين ولا ورع، على ضآلة العلم ضعف علم شديد، وأيضا ما في ديانة، يكذبون على الشخص حتى يعني حتى يريدون الوقوع به، يريدون إسقاطه، وهم ما أدري يحاربون دين الله، يحاربون دين الله. لذلك قلنا بأن هؤلاء الذين يتجرؤون على دين الله جل في علا الذين ليس لهم الرسوخ في العلم، هؤلاء فيهم ما فيهم من الدخن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال خير فيه دخن، وقال دعاة على أبواب جهنم، وقال الله جل في علا فلن بكم الأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وأعظمهم فسادا الروافض والخبثاء، وأيضا الحثيون أنهم روافض، وأيضا الخوارج. وإنما خسر اليهود والنصارى أنهم يعبدوا على غير أصل صحيح، فخسروا الأعمال والأعمار والحرورية لما خالفوا عهد الله إليهم في القرآن من طاعة أولي الأمر بعد إقرارهم به، كان ذلك نقضا منهم له. والحرورية نسبة إلى قرية تعقدوا فيها قيل، والآية دل على أن الأصول لا يعذر فيها المؤول بخلاف الفروع لقول يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وهذا أيضا فيه نظر، هذا فيه نظر، ليس كذلك، بل والأصول أيضا يعذر فيها بالتأويل وبالجهل، لكن من علمنا أنه يتبجح ويصل ببجاحته إلى وقاحة وأنه قد بلغه الحق ويفهمه مثله، نقول انقطعت حجتك هنا الآن. لكن لو عنده تأويل بالدليل يتكلم فيه وهو مناصر للدليل ليس للهوى، هذا عذره موجود. التأويل عذر ومانع من إسقاط الحكم على العين. الفوائد المستنبطة: وجوب الرجوع إلى الراسخين، الأدب مع العلماء مبلغ أو منتهى العلم، وجوب الإنكار على أي أحد حتى على ولاة الأمور، لكن بأدب الإنكار. فحديث عبد الرحمن غن قال: فإن وجد من أميره شيئا فليأخذ بيده ولينصحه سرا. في هذا الباب: من أضمن في نفسه الشر فإن الله جل في علاه يستدرجه من حيث لا يعلم. واستدراج الله عظيم، نعوذ بالله من ذلك، سنستدرجه من حيث لا يعلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم.